جولنا اليوم في عدة مناطق في المنطقة القديمة وأيضا منطقة الميدان. وجهنا دائرة بلدية الموصل بإجراء الكشوفات اللازمة حول إعادة ساحة الميدان، إضافة إلى بعض المحلات التي هي ضمن ممتلكات بلدية الموصل لتأهيلها لغرض إدامة الحياة وإعادة الحياة في تلك المناطق. من خلال قناتكم الموقرة نوجه نداء إلى كل إخوتنا التجار وأصحاب الأملاك وأيضا ذوي المهن في تلك المناطق بإكمال عودتهم مع إخوتهم ممن عادوا الحياة في المنطقة القديمة وأسواقها، وأيضا رسالتي إلى صاحب كميات السكراب في منطقة الميدان برفعها خلال أقل من 5 أيام. بعكس ذلك تم مفاتحة القضاء لغرض مصادرة الكمية وإعلانها في المزاد وبيعها. نرجو من كافة أصحاب المناطق التي تم تجميع السكراب فيها رفعها خلال هذه المدة، وبعكسه هناك لدينا مداولة مع الدائرة القانونية لغرض مصادرة هذه الكميات، لأن أصحابهم مجهولين وهي كميات كبيرة متفرقة في أحياء مدينة الموصل. وبناء على توجيه السيد محافظ نينوى برفع كل هذه الكميات وإيداعها في ساحة قرب معمل الأدوية لغرض إعلان المزاد العلني عليها وبيعها بالكامل لمعامل إعادة تصنيع الحديد في مدينة الموصل، عليه نوجه نداءنا لكل من يملك هذه الكميات برفعها قبل أن تبادر الحكومة بمصادرتها وفق القوانين المعمول بها في هذه المحافظة. وندائي أيضا إلى الأخوة أصحاب محلات السمك في منطقة ساحل الأيسر قرب جسر سنحاريب، اليوم بعد إجراء الكشف على منطقة الميدان تم تهيئة الأماكن الخاصة لكم، هناك ماء، هناك كهرباء، هناك ساحة ستقدم لكم مجانا. نتمنى الانتقال إلى تلك المنطقة. المنطقة الحالية رغم خروجكم من منطقة جسم الجسر ولكن تعتبر مؤقتة، لأن هذه المناظر حقيقة للأكشاك بصورة غير نظامية ستؤثر سلبا على وضع المدينة وجماليتها وعلى جمالية الشارع بشكل عشوائي. عليه سيتم نقلكم بعد العيد مباشرة كفرصة أخيرة لغرض تهيئة محلاتكم في سوق الميدان، وقد وجهنا بلدية الموصل بإكمال أعمالها في تلك المنطقة خلال 15 يوم.